فلتر بدون فلتر بدون فلتر. كل الدوائر دايرة في دايرة تدور فيها احنا ندور، زحمة خطا وسايرة ومتسايرة نمر على هالدنيا مرور. وعليكم السلام. حيا انتم في البيت؟ اي نعم احنا موجودين. انا ودي باجي من الديره بقعد كم يوم عندكم لين اخلص اشغالي، بس حنا الحين بنمشي للشرقيه. خلاص الله يسهل دربكم، حطوا لي المفتاح البيت تحت الشجره ولا تحت الجرس ولا في اي مكان، واذا جيت انا اخذ المفتاح وادخل للبيت. اجل تبي الكلام مني؟ أبا انتظرك لما تجي أبعطيك المفتاح ومنها أكسب شوفتك. الله يسلمك، هذا من طيبك والله. هلا هلا. من هو؟ هذا حمد. وش يبي؟ ما أدري، يقول جاي للرياض عندي كذا شغلة بخلصها وبمشي. لا حول الله، بيغتنا مرة ثانية؟ شكوى لله يا حرمة، شكوى لله. الحين صدق بنروح الشرقية؟ وانت بصدقه إن بنروح الشرقية؟ بنروح ناخذ لنا شقة كم يوم نجلس فيها لين هذا يروح. بننحاس بعد. أجل بقوم أجهز أغراضنا أزين. يلا تعالوا بنات نجهز ملابسنا. يلا شرقية. يلا يلا يا هلا بحمد، يا هلا زارتنا البركة. الله يبارك فيك، حياك الله. باغي تروحون تخلوني؟ إيش دعوة يا أبو، اروح وخليك. تفضل تفضل تفضل. بسم الله. يا هلا بحمد، يا هلا يا هلا. البيت بيتك يا حمد، خذ راحتك. ما شاء الله منزل مبارك. وهذه الحديقة، وهذا حق الشوي، كانك تبي تشوي خذ راحتك. اي بس هذا كأنه مو مثل بيتكم الاول. ابشرك هذا بيتي ملك، والاول اللي جيتني فيه اجار. ما شاء الله ما شاء الله، هذا سنه اوسع شوي. بالشركه الحمد لله. تفضل تفضل افرجك على البيت من جوا. يا هلا والله بحمد. هذا الصاله يا حمد. سلام. تفضل معي. وهذه المغاسل، وهذا المطبخ يا حمد. ما شاء الله، زين اللي وريتني المطبخ. شغل ثقيل، كبسات قدر ضغط ما نبي. المطاعم واجد. صحيح. قهوه شاهي مويه. هوا وشاهي وماء. واضحة؟ طب لو بغيت أسوي مثلا نعناع. أسوي نعناع، أسوي نعناع، إذا لقيت نعناع أسوي نعناع. طب بيضة أسلقها قليها واحدة. بيضتين بيضتين. يلا بيضتين يا سم. حمد تفضل معي أوريك. سم. هذا يا حمد المجلس، فيه جلستك ونومك. ما شاء الله ما شاء الله، مجلسكم هذا أوسع وأكبر وأشرح من مجلس بيتكم الأول. هي الأول أجار، هذا ملك. ملك ولا لبن؟ تتريق يا حمد؟ لا بس خف الدم. هذا التليفون أرضي، يعني يا حمد ما في صفر، يعني أرضي لأرضي. حلو بس لا. طيب تأمرني بشيء، أنا عيالي ينتظرون بالسيارة ورايح للشرقية. الله يوفقكم ورجعكم بالسلامة إن شاء الله. تبغى شيء مني؟ سلامتك. البيت الله. بيتك. بارك الله. فمان الله. بس 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 بس. سبب فمان الله. ما أعطيتني مفتاح البيت. أوه نسيت يا حمد نسيت. هذا هو مفتاح البيت. بارك الله فيك. تفضل. هذا هو مفتاح البيت ولا وصيك. أبشر. تأمرني بشيء؟ أبدا، اعتبرني حارس. الله يحييك. هلا. فمان الله. فمان الكريم. صباح الخير. صباح النور. إذا عندك أوراق جاهزة أو قضايا مستعجلة دخلها علي على المكتب.
ابشر طال عمرك. شكرا. ابو راشد المقضاة والمحاماة، اهلا وسهلا. مين حمد؟ سمع ان شاء الله. لا اليوم انا ان شاء الله مستنتر عندكم. بارك الله فيك. هلا هلا. هذا اول انجاز انجزناه، اخذنا موعد. بسم الله. نبي نطول لين ندخل على ساعة المحامي. شوي بدخلك عليه. طلع وزير ذا مهم محامي. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك وكيل الشيخ هيا طال عمرك ابو الطخطيخ. يا هلا ومسهلا، حياك الله، يا مرحبا، تفضل، اسفل فين ورا، استريح. فضلك. حيا الله ابو الطخطيخ. الله يبقيك طول عمرك. ترى اكيد ان الطخاطيخ دي مهي باسم، اتوقع انها عياره. تقدر تقول. عندكم مشكله في ورث ولا شيء من هالقبيل؟ والله عندنا كم عماره. اي. والشيخه متخاصمه مع الورثه شيء بسيط. لكن عاد زين الله ان شاء الله. انا والله لو تاخذون نصيحتي انت تقول هالشيخه تصالحوا، حلوا اموركم بالطيب. يشوفون لهم اي احد يصلح بينهم وينسقون امورهم، وشو المحامين وما محامين وخسائر ودفع دراهم. لا لا داعي، ترى لو اجتمعوا حلوها، كبير من ذولي وكبير من ذولي تنحل مشاكلهم، صح ولا لا؟ ولا يشوفون لهم اي واحد يقيم العماير اللي اختلفوا عليها وتنحل القضيه، الامور تراها سهله. الاسعار بالنسبه للاسعار اي تقيمت كل العماير، كل واحده يعني تسوى 40 مليون. نعم تسوى 40 مليون كذا. العمارة؟ العمارة اللي ما شاء الله. ما سألتني أنا وش قصتي؟ موضوعي أنا صاير لي في هالموضوع هذا اللي مشغلني. يا هلا مرحبا، تفضل طال عمرك، أسفل فين ورا. أنا؟ لا ساعة الأستاذ، تفضل، يا هلا مرحبا. يا مرحبا، يا هلا، حياك الله، تفضل. السلام عليكم. طارت بوهتك يوم مع ابو الطخاطيخ، تغيرت روابعك، انخبصت نطق لك ذا الكرت وتخطيك قم تم، وانا مرتزم فيه ذا بس انا وملفي. اكيد العماره ب 40 مليون وانا مخالفات وفواتير، شو يبون فيني؟ انا الحقيقه اجتمعت مع بعض افراد العائله على اساس نجمع العائله كلهم مع بعض ونبدأ في نقاش ونبدأ في. هلا، ايش بغيت يا طال عمرك؟ طولت علي الله يسلمك. الله يطول عمرك، اجلس اجلس طال عمرك لين اناديك. ايش بنا مجلس في ذا؟ لا يا الحبيب، وش تقعد معنا الله يطول لي عمرك؟ اقعد عندي سكرتير لان اخلص من الرجال واكلمك. بس لا تنساني. لا لا ابدا ابدا، ما راح انساك. استريح. الله يسلمك. نرجع لموضوعنا. انا الحقيقة قلت لك ان احنا نبغى نجمع العائلة مع بعض ونحن نعم الله يطول لي عمرك. وش عندك الحبيب؟ سم، هذه قضيتي في ذا وما عملتي في ذا، اقرها إذا فضيت عشان ما أشغل كل دقيقتين رايح جاي. اقرها ومتى ما بغيتوني نادوني. زين؟ خير إن شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة، فمان الله. واحد إذا غير مكان نومه ما عاد يجي نوم. ليه ما أطلع في الحديقة هنا؟ بس مو أنت تطلع الشمس معه. خاف أنرقد في الحديقة ثم تطلع الشمس. لا خلك في محلك. ما لحد اتصل ولا حد. المحامي سلام عليكم. هلا. نعم.
على موعدنا الضح ان شاء الله. يا اخوي من انت يا اخوي؟ انا حمد اليوم اللي جبت لك معاملتي حقت الفواتير. لا لا يا اخوي هذا وقت تتصل فيه يا حمد؟ عبد والله طال عمرك انا ما جاني نوم قلت اتصل. طيب ما جاك النوم وش تبيني اسوي لك؟ اجي اهدك علشان تنام؟ لا ما لا تجي تهدني الله يسلمك، بس اني ما جاني نوم قلت اتصل واذكرك بالموعد ان شاء الله. سم يلا يا بح تصبح على خير. انت من اهل الخير شنه زعل؟ بعدين هو محامي يعني ما هو لا وكيل وزاره ولا مسؤول، ومحامي ياخذ اتعابه ننقها له نق. اللي ينفخ علي وما نفخ علي اساسا، بس انت تحب الهجي. قول اركض بس، يقول اجي اهدك تمهزه. بسم الله سم بسم الله ونم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي موعد مع سعادة الأستاذ أبو راشد. أنت الساعة 10 والحين الساعة 9. إيه البكر ولا الصيف. حياك الله تفضل. تسلم. السلام عليكم. السلام. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. استريح استريح استريح. سم. الساعة 2:00. سم. هقول الساعة 2:00. استريح استريح لا طول عمرك. استريح. طال عمرك حمد عندي من الساعة 9، بصراحة ازعجني وقلقني، يبي يشوفك. تصدق من حرصة متصل علي الساعة 2:00 الفجر. على العموم خليه يدخل. على فكرة ترى ما بين البائع والشاري يفتح الله. هي صحيح، بس ترى كلهم رفعوا أسعارهم. تفضل طال عمرك. سلام. تفضل. تمسك زين لا تطيح. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا مرحبا. استريح استريح. بسم الله. يا هلا هلا والله بأخي حمد. ها أخي حمد وش عندك آمر؟ طال عمرك أنا اللي جيتك ذاك اليوم يوم إني يوم عندك أبو طخاطيخ ما أدري شو اسمه، جبت لك المعامل وحطيتها عندك، هذه ما قريتها. فعلا 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 الحقيقة أنا آسف لأني أنا ما اطلعت على الملف. بس ايش موضوعك بالضبط؟ لا طال عمرك انا قصتي قصه. انا رجال ساكن انا والوالده في بيت واحد، وجاني فاتوره الماء بحدود 17,000. 17,000 انا انخله، ما عندي شيء ابد، ما في الا يا انت توضى يا انت روش يا نغسل، بس انا وهالوالده 17,000. ليش؟ رحت لم حقين المويه قدمت اعتراض، ما دريت يوم جتني رساله في الجوال قالوا لم يقبل اعتراضك، ودك تشوفه؟ لا 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 كمل كمل. سم هذا فيما يخص الماء. بعدين جتني فاتورة الكهرب وأنا أناظر فاتورة الكهرب ولا حدود 5,500 ريال. 5,500 ريال وشو عليه؟ ما لمبتين نولع، ما عندنا شيء. قمنا وقدمنا اعتراض على هالفاتورة لشركة الكهرب، قالوا إن شاء الله ما بعد ردوا عليه. صراحة ما أظلمهم، ما ردوا عليه. شف عاد الثالثة عندك ساهر، انا ماني بتعدى البيت وين طلعت اذا شافني ساهر وده يصفقني لاني ماني بسرع. جاني فواتير بحدود 7,000 مدري 4,000 مدري مخالفات، وشو عليه يعني؟ قدمنا عليهم اعتراض بس ما بعد ردوا عليه، لكني انا وياهم ها مناوشات. ثم منجي القصه الاخرى، مكتب العمل. الوالد الله يغفر له ويرحمه كان عنده 2 من العمال، قاموا وراحوا خروج وعوده، ما جو ومات الوالد الله يرحمه. انا نسيتهم، انا وش يدريني؟ يوم جينا نحثبر وما نحثبر قالوا مكتب العمل نق. قلت وشو؟ قالوا نق. قلت وش نق؟ قالوا نق دراهم. قلت وين نق؟ فانا جايك طال عمرك تجمعت علي هذول كلهم 120,000 ريال وانا راتبي 6,000، من وين اجيب؟ الله يسلمك. لا لا اعتبر ان شاء الله موضوعك وقضيتك هذه من ضمن الاولويات والاهتمامات اللي عندي، وبشر ان شاء الله بالخير. الله يبارك فيك. وش ازين هالحين؟ اقعد عندك ولا وش؟ لا لا خلاص تفضل تفضل، والملف عندي راح اقراه ان شاء الله. اروح؟ اي نعم تفضل. حياك الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وانا راح اتابع موضوعك.
راح أتابعه بكل اهتمام. متى مسافر؟ ضروري أسافر بكرة. والحل؟ الحل ما عندي حل، يعني السفرة جتني فجأة. يا أخوي عبد الله، يعني لازم على الأقل تجيب واحد مكانك لما ترجع. يعني ما أدور لك واحد الحين، حتى وقت ما عندي وقت إني أدور لك. لازم واحد يكون موجود، واحد يرد على المكالمات، يجيب لي الأوراق، يجيب لي القضايا، يعرضها علي. واللي طول اليوم رايح وجاي على المكتب، ليش ما تشغله عندك؟ من قصدك؟ إيه أقصد حمد. حمد؟ سم. سم. أبشر. من بكرة وأنا مسنتر عندكم إن شاء الله. أبشر. الحمد لله أنا جيتنا بدأت الأرزاق تجي. أخوي حمد، حبيبي حمد، يعني شغلتنا هذه طبعا تحتاج إلى لباقة. صحيح، والإتكيت. إتكيت، وتحتاج أيضا إلى حسن التصرف، يعني لازم تكون أنت متصرف، يعني وبعد لا تنسى. صحيح. صباح الخير، مساء الخير. صحيح، هذه ضرورية. جي. طبعا هذه صباح الخير تجي متى؟ من بعد الساعة 12 الظهر، زين؟ من بعد 12 بالليل لين 12 الظهر، هذه صباح الخير. صحيح. مساء الخير من بعد الساعة 12 الظهر لين الساعة 12 بالليل. ها؟ جي. بعدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لا أنا اللي أقول لك شو تسوي يعني. لازم تمسك تلفون تقول على طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أعرفه. إيه خلاص سهل. خلاص إيه؟ زين. وبعدين يعني أهم شيء زي ما قلت لك الوسامة واللباقة. والحقيقة يعني شلون الوسامة؟ يعني حلق ولا؟ لا 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 تحلق ولا تسوي شيء. أنت حتى لو حلقت ما فيك شيء وسامة. سم. لا لا ولا شيء. أقول يعني حقيقة يعني عندي سر. أفا شو تبسوي؟ وأبي السر هذا يكون في بير. أفا اسمعني، أنا حقيقة متزوج ثنتين. بس ثنتين. الشعر محللك أكثر من ثنتين. يا أخوي ما قلت لك افتي أنت لي، الله يطولك. أنا بقول لك اللي عندي أنا عشان أريحك. إيه أنا عندي ثنتين إن شاء الله. الثانية تعرفني أنا متزوج الأولى. أكيد تعرف. إيه بس الأولى ما تدري إن أنا متزوج الثانية. شي. زين؟ ف اي واحده فيهم تتصل عليك، اي صوت نسائي يتصل عليك، فاعرف ما في الا ثنتين. يا نوره. ها نوره. يا عواطف. حلوه، سميهم نوره عواطف. اي نوره عواطف. زين ونعم. اي اتصال يجيك عاد طبعا بضرابتك كذا وبحلاوتك كذا يا حماده. ها صباح الخير. صباح الخير وتمسى. اقعد طبعا يعني لاغيهم ان شاء الله. تكلم معهم واسالهم من معي. اي واحده تقول لك اسمها تجي تعطيني خبر. اعلمك. أكيد بعلمك حمد. سم. ترى متوكل على الله ثم عليك. أبدت. لا تفضحني. لا يا حمد تضيعني. أبشر. حمد سرك في بير. خلاص إن شاء الله. كفو والله. أنا من يوم شفت هالوجه وأنا قلت حمد يتك. شوف الآن التلفون يرن. ها نعم. ورني عاد شطارتك يا سكرتيري الخاص. رد علي. رد عليهم وري ضرابتك. وشغل المحامي والمحاكم؟ انتم جيران تعودوا من ابليس. هي الصلح كله خير ترى. حاول معه مره ثانيه وان قدرت تخلي امام المسجد يتوسط بينكم ترى خير ان شاء الله لكم. يا ابن الحلال وش لك وجع الراس تصدق محمد ولد خالي؟ ولد خالي سعد منه في الثانوي وهو يراجع بالمحكمة على مسائل نخلهم وإلى الحين ما خلصوا. سم. في أمان الكريم. في أمان الكريم. الله يبارك فيك. مكتب أبو راشد للاستشارات القانونية والمحاماة. من نقول له؟ إلا زوجتك. أي وحدة؟ قصدي سمي إن شاء الله. براشد. هلا. زوجتك على الخط. أي وحدة؟ سألتها ما قالت لي. ما أدري من هي. زين زين زين.
لا يا بنت الناس، انا ما قلت لها اي واحده. يا بنت حلال، السكرتير اللي عندي توه جديد ما يفهم، غبي يا بنت الناس. طيب اسمعيني، خليني انا اثبت لك ان فعلا ما يفهم. يا حسبي الله، خربت الدنيا كلها انت. حمد تعالي بسرعه. سم الله لا يسلم فيك ولا مغزبره. تعرف ايش سويت انت؟ ايش سويت؟ انت تعرف ان هذا اللي حولتها لي من هي؟ زوجتك. اي زوجه فيهم انت؟ هذه نوره ام العيال هي اللي حولتها لي. يا ابن حلال ما تفهم، زوجتي الثانيه عواطف. ما شاء الله صرت تعرفهم الحين؟ صرت تعرف اساميهم؟ اعرف اصواتهم، اعرف ان هذه نوره وهذه عواطف، سمعت؟ بادي افرق الله يسلمك، نوره صوتها ابح. طيب ما دام صوتها ابح، ليش ما فرقت بينهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اقول تفضل على مكتبك. ان شاء الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله. مكتب ابو راشد للاستشارات القانونية والمحاماة. الو، ابو راشد موجود؟ من نقول له؟ زوجته نورة. ماني بنورة، انا عواطف، خلك صاحي. سمي. هلا ابو راشد، المدام عواطف على الخط. صرت تعرفهم زين ها؟ عفا عليك، ما يبي لها ذكاء الله يسلمك. حولها علي. ابشر، عندك على الخط. سم تعال. حاضر. سم حمد لبي. شوف الآن بيجيك سواق عواطف. سم زين، أول ما يجيك تعطيه التذاكر والجوازات. إن شاء الله. لا تنسى. إن شاء الله. وقبل ما تعطيهم إياه تحطهم في ظرف. إن شاء الله. تعطيه إياه. أبشر. سكر الظرف. خلاص. سم لا تنسى وتلخبط. طيب شو لخبط؟ هذه الجوازات والتذاكر اعطيها سواق عواطف. عواطف سهله. الله يعطيك الصحه والعافيه. تسلم حبيبي. تفضل. شكرا. حياك الله. هلا. عواطف سواق عواطف. مضبوط. زين. للتاكيد الله يطول عمرك، لا تلخبط، تكفى ان شاء الله. مهما نورة كلام وين ظرف؟ ظرف فيه، هذا هو الظرف، فيه الجوازات والتذاكر. الحمد لله هذه مهمة وانجزناها. ايش بلا ما نصلح شاهي لهالحبيب ابو راشد. نصلح شاهي. الحقيقة جاء في وقته. طمني وش سويت؟ ترى أعطيت السواق الظرف. أي سواق؟ سواق المدام. أها حلو. لا كذا الحين بديت تفهمني وبديت أفهمك. الله يعطيك الصحة والعافية. تفضل على مكتبك. توصي بشيء؟ لا أبدا، تفضل على مكتبك. حياك الله. مشكلة، صار لنا فترة زمنية لا قضية ولا مشكلة ولا شيء. معقولة الشيطان تاب؟ عسير. ترى الصلح كله بركة، أحسن لكم يا جماعة تصالحوا، وش لكم والمشاكل؟ أبو إبراهيم قايل لي إن أي ناس عندهم مشكلة حاول تصلحهم، ترى الصلح خير. بالعكس تو ما زانت الصلح، هي أبرك مليون. تصرف على عيالك ولا تصرف على محامي. وصل على شيء؟ تسلم الله يسلمك، بس لا تنسى اللي وصيتك عليه. أبشر. بارك الله فيك. هلا حياك الله. أهلا وسهلا. يا هلا. أجل أصلحتهم. أدور اللي عند الله. لا. أي والله. أدور اللي عند الله. ها، وكم واحد أنا أصلحت ما شاء الله؟
من تعينت عندك تقريبا اللي اصلحتهم. خير ايش تبي انت؟ تبي تعدهم بعد لي؟ لا بعلمك. ها تعلمني؟ ايش تعلمني انت؟ ها زين 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 يصير خير ان شاء الله. وين هذا؟ وينه؟ وين ابو راشد؟ عندك موعد؟ نعم نعم. انا اخذ موعد؟ اقول اقول وخر عني وخر؟ ترى الشاب اللي ضبط وجهي وخر منك وخر منك وخر منك اقول عني وخر؟ قال موعد قال اشوف بس اشوف. يا سلام يا سلام، انت قاعد هنا يا حبيبي؟ هديل ما حد دفني الا احدى ثنتين، يا نوره يا عواطف، بس انا ما سويت شيء. وين الجوازات؟ سمي وين الجوازات اللي اعطاك اياها ابو راشد؟ الجوازات اللي اعطاني اياها ابو راشد؟ ايه الله يسلمك، اعطيته السواق. اي سواق؟ سواق الله الله من هذه؟ مكتب ابو راشد للاستشارات القانونيه والمحاماه. سم. لا 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 والله ابو راشد مشغول الان، عنده قضيه مهمه قاعد يحلها. يدعو لك بالتوفيق ان شاء الله. اي ما ظنيته. هلا. نورا نورا كيف فيك تنسى علي؟ نورا نورا جوازاتك اديها ويا عيالها. تبارك الله فيك. اوريك ما تجي هنا عمر اوريك ما يخالفك. الله يجزاك خير. طهور ان شاء الله. اقول ابو راشد، الجماعه اللي كنت ساكن عندهم جو من الشرقيه، تعرف من باب الادب اني لازم اطلع، فقول لو يحصل نشوف هالمكتب، تشوف لي مكيت من عندك اسكن فيه علشان ابدا داوم من الصبح بدري ما تاخر. سمع. نمر على هالدنيا مرور. كل الدوائر دايرة في دايرة تدور فيها احنا ندور. زحمة خطاوي تسايرة ومتسايرة متسايرة نمر على هالدنيا مرور. بدون فلتر وبصور بنطوف ويا من بيطوف، ونمشي مع من كان يقول اللي يعيش يا ما يشوف. ونمشي مع